وأختم حلقة الليلة دي بمسك الختام حقيقي، مسك الختام بجد. موت أمي رحمه الله رحمة واسعة، هذه الأم العظيمة اللي مهما عملت مهما قدمت ومهما عملت في حياتي والله ما أقدر أوفي يوم من أيامها. الله يرحمك يا أمي، يا ما علمتني ويا ما تربيت على أديها ويا ما تعلمت منها حاجات جميلة أوي أوي. لما سألوني في إحدى القنوات مين شيوخك، طولهم أكبر شيخ اتعلمت عليه في حياتي هي أمي، أمي اللي علمتني الرحمة، أمي اللي علمتني الصدق، أمي اللي علمتني الوفاء، أمي اللي علمتني الإخلاص، أمي اللي علمتني كل حاجة حلوة. أمي الست الأمية البسيطة دي هي اللي علمتني كل حاجة. أما العلوم الشرعية فكان أمرها بسيط، لكن الأخلاقيات ديت كان صعب إن الواحد يتعلمها في الزمن بتاعنا دوت، كان لازم حد يكون قدوة عشان نتعلم منه. أمي دي كنت أنظر إليها الله يرحمها رحمة واسعة، وسامحوني دي مسألة شخصية سأحب أذكرها عشان أقول لكل شاب أمك كنز اوعى تضيعه، أمك كنز اوعى تضيعين. بوس إيد أمك وبوس إيد أبوك واحرص على برهم عشان ربنا يكرمك دنيا وآخرة. وأنا بقول كل خير حصل لي في حياتي وهيحصل لي في آخرتي إن شاء الله بفضل ربي أولا ثم بدعوة أمي وأبويا. أمي الله يرحمها رحمة واسعة كانت ست، أنا كنت في نظري بقول الست دي ما تصلحش إنها تعيش غير في زمن الصحابة، دي ما تنفعش تعيش في زماننا. بكائي عليها يوم ما ماتت كان في مقابله فرحة، بإنها ما كانش ينفع تعيش في الزمن ده، كانش ينفع تعيش بيننا، سامحوني كانش ينفع تعيش بيننا في الزمن ده، في الزمن اللي احنا عايشين فيه الصعب ده كانش ينفع الست دي تعيش، كان لازم تلحق بالصالحين اللي زيها. يكفي ان اقول لكم ان كانت تعلمني كل حاجة، حتى الرحمة بالحيوان اللي علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، كانت دايما تدعي لي تقول لي او تطلب مني تقول لي ادعي لي يا ابني ان ما يطولش بيا المرض، ادعي لي ان ما حدش يناولني كوبايه ميه، ادعي لي ان انا اللي اخدم نفسي لحد اخر لحظه. وتخيلوا ده اللي حصل، ان فعلا ما حدش ناولها كوبايه ميه لحد ما ماتت، كانت هي اللي بتعمل كل حاجه بنفسها رحمه الله رحمه واسعه. في يوم موتها كنا في الدور الخامس وليا اختي في الدور الاولاني ام مصطفى ربنا يحفظها، وامي في اليوم ده ودي اول مره في حياتها تطلب من اختي انها تبات عندها في اليوم ده، وباتت عندها. وعند صلاة العصر قامت عايزة تصلي ومش قادرة تتحرك، فقالت لبنت أختي، قالت لها حبيبتي سندين عشان أتوضى، فراحت عشان تسندها عشان تتوضى، فيدوب غسلت كفها ووشها وخلاص على كده. فبنت أختي بتقول لها يا ستي لسه ما توضتيش، قالت لها الحمد لله حبيبتي هم وضوني والله. وأمي ما تعرفش تقول الكلام ده أصلا، يعني طالع الكلام ده من غير إرادتها أصلا، هم وضوني الحمد لله. ودخلت صلاة العصر وهي قاعدة، وبعد صلاة العصر كبرت تاني هتصلي تاني، فبنت أختي بتقول لها ستي ما فيش صلاة بعد العصر، قالت لها ده في كتير بس يا ريت نلحق. وكبرت وقرأت الفاتحة، بصت للسماء كده أو للسقف يعني في اتجاه السماء، وابتسمت وبدأت في سكرات الموت وهي بتصلي. اتصلوا بي ولحقتها وبدأت أقول لها قولي لا إله إلا الله يا أمي، وأنا بودع حبيبتي وروح قلبي، كأن روحي بتنخلع من جوايا وهي عمالة بتقول الله الله، بتشاور أصبعها الله 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 لحد آخر لحظة راحت مطولة قالت الله وبس، فاضت روحها إلى بارئها جل وعلا. سبحان الله، أصعب لحظة في حياة أي إنسان في الدنيا يوم ما يفقد أحب الناس إلى قلبي، يوم ما تحس ان اعز الناس لقلبك مش هتشوفه بعد النهارده، بتبقى اصعب لحظه في حياه الانسان. انا في اللحظه دي يعني سبحان الله ربنا بقى بيثبت الانسان بايمانه، قلت الحمد لله انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. حسيت ان المصيبه كبيره قوي قوي، حسيت ان الدنيا ظلمت في عينيا، حسيت ان كل الحب اللي كان بيحتويني خلاص، حسيت ان الدفى اللي كنت عايشه، حسيت ان انا ما بقتش عايش في الدنيا دي خالص، حسيت كاني انا اللي مت صدق.
صدق. شباب حافظوا على أمهاتكم يا شباب، تعرفوش قدر الأم والأب قد إيه، تعرفش قدر النعم إلا لما تفقدها. ورحت بنفسي، أمي ماتت وكان فيه سبحان الله كان حبها للنبي غير عادي، شيء عجيب جدا. عمرها ما سمعت كلمة قال صلى الله عليه وسلم إلا طول صلى الله عليه وسلم من قلبها كده، وتحس إن دموعها دي على خدها على طول أول ما تسمع ذكر النبي عليه السلام. أمي ماتت عندها 63 سنة زي النبي صلى الله عليه وسلم، أنا مش بشبهها بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن بقول شوف التوافق في الحب. ماتت يوم الاثنين واتدفنت يوم الثلاث زيه، كانت يتيمة أم وأب. النبي عليه السلام أبوه مات وهو في بطن أمه، وهي أبوها مات وهي في بطن أمها. النبي أمه ماتت بعد ما كان عنده 6 سنين، أمها ماتت وعندها شهر، كانت يتيمة أب وأم وعندها شهر. كانت تقول لي يا محمود يا ابني أنت أمي وأبويا وأخويا وابني وكل حاجة ليا. تقول لي حتى لو كنت اتحرمت من أم وأبويا أنت عوضتني عن كل حاجة. كانت دايما طول الليل تدعي لي، وربنا وفقني في حياتي كلها بدعوتها، وما زلت لحد الآن ماشي بدعائها الله يرحمها رحمة واسعة. ورحت دفنتها كأن القبر كان مجهز ليها، زلت دفنتها في 3 دقائق، وطلعت لمدة ساعة إلا ربع أخطب خطبة عن الموت على قبر أمي الله يرحمها رحمة واسعة. حسيت بأحاسيس ما أقدرش أوصفها لحد وما أقدرش أحكيها لحد. كل ماذا أسافر أو أروح أي مكان أعد على قبرها، وكأني بطلب منها يعني كأني حاسس إن روحها معايا، بسلم عليها ولما أرجع أعدي أقول لها أنا جيت يا حبيبتي. لا تتخيلوا مدى الحزن والأسى يبقى في قلب الإنسان لما يفقد حبيبه. يا شباب حافظوا على أمهاتكم. دفنتها ووصيت كل مشايخ مصر يدعوا لها في خطبة الجمعة، الكل دعا لها والملايين أمنت على الدعاء. جات لي يوم الجمعة ليلة السبت وشها منور، تقول لي جزاك الله خير على الخير اللي وصلني يا حبيبي. في يوم من الأيام كنت متفق مع أخواتي إن نروح نزور قبرها، وكنت راجع من خطبة الجمعة وتعبان جدا، فنمت قلت لهم مش قادر أروح المرة دي تعبان، ونمت استريح 10 دقائق، والله ما انسى هذا اليوم، نمت استريح 10 دقائق فلقيتها جتني في المنام وكانها طالعه من القبر، فبتسلم على اختي هدى واختي صوير واختي نعيمه وبتسلم عليهم. قلت لهم محمود فين؟ قالوا لها تعبان ماجاش. قالت مش ممكن حبيبي، مش ممكن ما يجينيش. قمت مفزوع، قلت لهم انتوا كانوا على الباب، قلت لهم انا جاي معاكم. ورحت هناك حسيت بفرحه شديده قوي قوي ان راح ازور قبر امي. حقيقه مش عارف اقول لكم ايه، لكن فعلا الانسان بيتمنى ان احنا ربنا يرزقنا جميعا حسن الختام. استنى اللحظه اللي يتقابل فيها مع حبايبه. انا في يوم من الايام ما انساش الموقف ده، كان موقف عجيب قوي قوي. في يوم من الايام قعدت مع امي الله يرحمها رحمه واسعه، فقلت لها حبيبتي انا يعني عايزين نتقابل في الاخره. قالت لي يا ريت يا حبيبي. قلت لها ما تيجي نتفق على مكان نتقابل فيه. قالت لي فين؟ قلت لها أميز مكان في أرض المحشر هو حوض النبي، وده حبيبي وحبيبك، فهنتقابل عند حبيبنا نسلم عليه ونبوس إيديه وأشوفك هناك ونخش جنة مع بعض. فقلت لها حاضر. فكان معادنا على الحوض، وشفت لها رؤية إنها على الحوض، وأختي من الفيوم ربنا يحفظها أخت اسمها هدى اتصلت بها من كام سنة، منساش اليوم ده والله الذي لا إله غيره، وربما تكون الأخت قاعدة قدامي دلوقتي. وشافت لي رؤية إن أنا جاي على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ويومها ما كنتش بطلع على فضائيات لسه، هي ما تعرفش شكلي. تقول لي والله الذي لا إله غيره، تقول لي شفتك وأنت جاي من بعيد، أنا ما أعرفش أنت مين. وكان النبي واقف جنبه أبو بكر وعمر. تقول لي وراح النبي عليه الصلاة والسلام جالك وخدك بالحضن وباسك ووقفك جنب عمر. فبتقول لي فانا بسال الناس مين ده؟ قالوا لها ده الشيخ محمود المصري. فقالت لي كنت مصره ان انا ابلغك الرؤيه ديت. قلت لها ربنا يبشرك بالخير ان انا شفت الرؤيه الام ان هي هتخش هتوصل لحوض النبي، وكان فاضل لي انا الرؤيه دي، يا انا اشوفها يا حد يشوفها لي. ان كنت ما استحقش ان انا اقول لكم الرؤيه ديت، ما بذكرهاش من باب تزكيه النفس، لكن بذكرها من باب الانسان فعلا بيتمنى انه يتقابل مع حبايبه.